إذا سألني أحد ما من أين أنت قادم؟ نارد هانجليوسون، كيف أجيب؟ في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة الإجابة على هذا السؤال. مرحبا أركداشلار، نصص ومرم إي سينستر. في فيديو اليوم مثل ما رأيتم في العنوان وفي بداية الفيديو راح نتعرف على طريقة الإجابة على السؤال نارد هانجليوسون. في الحقيقة أنه يعني كلمة ناردان في اللغة التركية تلفظ نردان نردان، تمام؟ كما هي مكتوبة، ولكن في العامية نقول لها ناردان. ناردان جليوسون، من أين تأتي أو من أين أنت قادم؟ قبل ما ننتقل للإجابة على هذا السؤال لازم نعرف السؤال من ماذا تكون. فهنا قال لك نردان، نردان يعني من أين. فهنا استخدمنا حرف الجر منا اللي هو في اللغة التركية دان أو دان، يعني استخدموا التوافق الصوتي الثنائي. وأيضا تكون من الفعل جالماك اللي صرفناه في الزمن الحاضر، فأصبح جليوسون وصرفناه مع الضمير سان. بعد ما تعرفنا على السؤال من ماذا تكون وأنه استخدمنا حرف الجر منا، والجواب راح يكون طبعا أتيت من مثلا المكان اللي كنت فيه، مثلا أتيت من الجزائر، أتيت من البنك، أتيت من السوق إلى آخره. ففي اللغة التركية نقول مثلا أتيت من الجزائر جزائردان جيليوروم. جزائر المكان اللي كنت فيه، مينا حرف الجر، هنا طبعا قلنا نستخدمه فيه التوافق الصوتي الثنائي. نعطيكم ملاحظة صغيرة فقط بالنسبة لكيف نعرف طريقة استخدام التوافق الصوتي، هل الثنائي أو الرباعي. مثلا تكون عندي لاحقة تحتوي على حرف صوتي ثنائي اللي هو آ أو آ، فهنا في هذا الحالة نستخدم التوافق الصوتي الثنائي. أما إذا كانت هذه اللاحقة أو كان هذا حرف الجر يحتوي على حرف صوتي رباعي اللي هو أ إي أو أ، فنستخدم التوافق الصوتي الرباعي. نرجع مرة ثانية لمثال اللي كنا فيه بان جزائر دان جيليوروم. استخدمنا دان مثل ما قلت لأنه جزائر آخر حرف صوتي موجود فيها هو حرف إي وهو حرف صوتي خفيف، فراح نستخدمه دان. جيليوروم أنا قادم، يعني جاوبت على حسب السؤال. مثال آخر، مربي أنكردان جيليو، مربي أنكردان جيليو، يعني مروة تأتي من أنقرة أو مروة قادمة من أنقرة. فهنا كيم جيليو مربي، كيم مربع يعني أو، لهذا صرفنا مع الضمير أو، يعني أصبحت جيليو. ناردان جيليو، من أين تأتي أو من أين هي قادمة؟ أنكردان. فاستخدمنا كلمة أنكرة اللي هو المكان التي كانت فيه أو التي هي قادمة منه زائد حرف الجر منا، يعني استخدمنا دان. لماذا؟ لأنه كلمة أنكرة آخر حرف صوتي موجود فيها هو حرف أ، ويعني وهو حرف صوتي ثقيل، لهذا استخدمنا دان. Onlar alışverişten geliyorlar. Onlar alışverişten geliyorlar. هم قادمون من التسوق. هنا طبعا كلمة alışveriş هي التسوق. Alışveriş. Alışveriş. هكذا نكررها حتى تحفظوها. قلنا alışveriş هي التسوق، ومثل ما لاحظتوا هنا أنه حرف الجر منا أصبح تان، alışverişten منا التسوق. فبالنسبة لكلمة alışveriş انتهت بحرف ش وهو أحد أحرف استكشاف، فتغيرت الد الخاصة بحرف الجر تان إلى أو دان عفوا إلى تان. وكنا تكلمنا من قبل عن قاعدة فستكتشها في فيديو سابق موجود في هذا السلسلة،
وقلنا أنه لما تنتهي الكلمة بأحد أحرف استكشفها وتتصل بها لاحقة تبدأ بحرف د، تتغير الد إلى حرف ت. طبعا اللي ما يعرفوش قاعدة في استكشفها راح نخليكم الرابط الخاص بها في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس، هكذا حتى تشوفوها، لأنه لا يوجد فيها فقط هذا الحرف الذي يتغير، يوجد بقية أحرف أخرى تتغير. Siz nereden geliyorsunuz? Siz nereden geliyorsunuz? Min ayna entum kadimun? Biz bankadan geliyoruz. Biz bankadan geliyoruz. Nahnu kadimun min al bank. كلمة banka انتهت أو آخر حرف صوتي موجود فيها هو حرف أ، وهو حرف صوتي ثقيل، لهذا اخترنا دان، بانكا دان. Ali Bey taksiden iniyor. Ali Bey taksiden iniyor. يعني السيد علي ينزل من التاكسي أو سيارة الأجرة. Ali Bey السيد علي taksiden iniyor. الفعل إنمك هو النزول. بينمك نزيد حرف ب في البداية يصبح بينمك اللي هو الركوب. بين مك الركوب، إن مك النزول. خلو هذ الكلمتين في أذهانكم. فتاكسي دان تاكسي انتهت بحرف إي وهو حرف صوتي خفيف، لهذا اخترنا دان. الآن كنت راح أقدم لكم الجملة الأخيرة ونشرحها وأنهي الفيديو، ولكن قلت لما لا نقدم لكم هذه الجملة باللغة العربية وانتم ترجموها إلى اللغة التركية، هكذا حتى تشغلوا أذهانكم معايا وتحاولوا أنكم تتعلموا اللغة بالاجتهاد. فهذه الجملة هي: أنا الآن أغادر الفندق. أنا الآن أغادر الفندق. حاولوا أنكم تركزوا مع الجملة مليح وحاولوا أنكم تجاوبوا. ليس شرط أن تكون الإجابة صحيحة حتى تجاوب، جاوبوا في التعليقات تمام. وبالنسبة للتصحيح لن أصحح في التعليقات، هكذا حتى راح نضع لكم فقط إعجاب تمام، حتى تعرفوا أني شفت إجابتكم. وما تردوش في الإجابة في التعليقات، لأنه ما تنساوش أنه إذا ما غلطناش ما نش رايحين نتعلمه، لن نتعلم. وبهذا نكون كملنا درسنا اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه. وطبعا ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة، لأنه راني نشوف أنه عدم المشتركين في القناة، يعني اللي يشاهدوا القناة وغير مشتركين فيها، أكبر من عدد المشتركين فيها. يعني نسبة عدم المشتركين هو 65%، يعني عدد كبير. فنتمنى أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة، وطبعا إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه اضغطوا على زر الإعجاب. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. قروشروز.